بشير عبد الفوزي، عمري 28، من الموصل، جانب الايمن، متزوج وعندي ولد اسمه امير، الله يحفظ اولادكم ان شاء الله. انا ما كنت داخل بهذا المجال مال المطبخ وفن الطبخ وهاي الامور بسبب الظروف الاجتماعيه وحالتنا الاجتماعيه، والوالد انفقد بسنه 2004، فدخلت عده مجالات غير مدرسه، تركت الدراسه بسبب هاي الظروف. دخلت اشتغل بصيانه موبايلات، صيانه لابتوبات، العب نادي تايكوندو كذا. بعد 2014 نزحنا للموصل احنا، ما كان اكو شغل، ندور على اي شيء حتى نعيش بيه، نعيش عوائلنا. انا اصغر اخوتي، اخوتي كبار ايضا عندهم اطفال ومتزوجين، فرحت اثر على المطاعم الموجوده هناك باربيل. اي شيء يعني اريد قوت يومي انه يكفي عائلتي بسبب الايجار، كانت غاليه بذاك الوقت، نفس الوقت يعني بهاي الاحداث. رحت المطعم باربيل، فكان اكو شيف هناك اسمه شيف عدنان، اوجه له التحيه وحب واحترام، حد هسه موجود هو. فقلت له شيف انا بدي اشتغل اي شيء، فقال لي احنا ما عندنا مكان كذا. قلت له اي شيء، اغسل مواعين، على الطاوله، اي شيء اي شيء. فقال لي اوكي، فالرجال ما قصر وياي. فاشتغلت بداياتي على السينك، اغسل مواعين مال المطعم، الراجع كذا، الاواني الموجوده. فشويه شويه شاف يعني بيه لزمه كشغل سريع وكذا، واخلص يوم يروح انام، ثاني يوم من الصبح موجود. فحبوني كل الموجودين، كادر موجودين، فحولوني مساعد طباخ هناك كان موجود. وهذا الطباخ كان موجود قاسي شويه عليه، اذاني نفسيا ودافع لي كان بنفس الوقت. بيوم من الايام سالته، هو كان راتبه عالي يعني كلش عالي، وانا راتبي اقل منه باربع اضعاف تقريبا، دوام اكثر منه بمرتين، يعني دوام 12 ساعه 14 ساعه، هو دوام 8 ساعات او اقل من ساعات. فقلت له انا شلون اصير مثلك، او شلون اوصل نفس راتبك؟ كل واحد له طموح يعني بنفسه، بدي اشوف انا نفسي اتعب اكثر منه، وهو راتبه اعلى مني وما يتعب نفسي. فقال لي انت بعد 100 سنه وصل نفسي. فانا هاي مثل الصدمه صار عندي، فظلت ببالي وبتفكيري بنفسيتي دافع لي انه اصير مثله واحسن. فظليت بنفس المطعم على مدار 6 سنوات. بهاي 6 سنوات دخلت غربي ودخلت شرقي وتعلمت كل شيء موجود، جميع فنون الطبخ، وصرت بمستوى تقريبا. وفتح واحد من الافرع، انا لزمت هذا الفرع كشيف عام موجود، ورجعت له بنفس الوقت قلت له انا كذا، وهو يتذكرني حد اسمه موجود، وجه له تحيه. فالحمد لله والشكر، الله وفقني وطلعت من المطعم، نزلت مطاعم هوايه، هو بعده بنفس مكانه بنفس وظيفته، لا صعد ولا نزل، نفس مكانه هو. ورا ما صرت شيف يعني بهذا المطعم، واكيد الاول واحد يعني فرحان بهذا الموضوع انه هي العائله، الوالده والزوجه، اخواني الموجودين الكبار اكثر يعني الاكبر مني، ابا انا شغلتهم نفس المطعم، يعني انا بحكم انا اخوهم صغير جات انا شغلتهم. الوالده فرحانه جدا انه ابن، تتفاخر طب كل والده يعني من تروح بمكان وابني شيف فلان مطعم كبير باربيل او في غير منطقه. فالحمد لله والشكر، حتى اصدقائي الموجودين بحكم تعاملي وياهم بنفس المطبخ فكلهم مرتاحين. يعني انا يوم اللي تركت المطعم اللي 6 سنوات مداوم به، كل شاب يطمح طموح اكبر، يعني اذا يبقى بنفس المكان يتقوقع به ما راح يطور نفسه.